السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. معلش السؤال بتاعي يعني كنت بس ربنا يعني من ايام الالتزام مؤخرا يعني الحمد لله ربنا يعني بيفتح الواحد انه بيمشي في طريق يعني تعلم الدين وكدا. اللهم لك الحمد. ربنا يوفقنا يعني بس لكن بلاحظ ان هي مثلا ممكن يكون في بعض الوساوس او كده بتيجي من فتره لاخرى بس بتزيد في الفتره دي تحليلا يا شيخ. عفوا تزيد في هذه الفتره من السنه ولا تزيد في هذه الفتره اللي احنا فيها يعني حقبة من الزمن؟ لا هي تزيد في الفترة اللي احنا حاليا اللي انا فيها يعني انا بجتهد ربنا يثبتنا يعني. انا اسالك سؤال. الله يزيدك من فضله. انت الحمد لله من فضل الله عليك من الله عليك بالاستقامة. هل تظن ان الشيطان سيتركك؟ لا الشيطان لا يترك احد. لا يترك احد. انتبه. شيطان سيجند لك جنوده، سيبدأ في تشكيكك وتزيين المعاصي لك وتزيين الكفر لك وسيسلط عليك أتباعه في شياطين إنس أتباع لإبليس جندهم إبليس عياذا بالله لتنفيذ المهام الخاصة به المهام التي يريدونها. فلإبليس جنود وهو نفسه يوسوس، هو يوسوس وجنوده من شياطين الجن يوسوسون، وشياطين الإنس جنوده أيضا سيوسوسون لك تعال معنا. ولكن اثبت واسأل الله الثبات فالله خير حافظا وأرحم الراحمين.